أني أنا من أريد أمويت أريد أريد أصير 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 سفير سلام شباب سفير السلام شباب باليوزي أشتي جنجان سفيرة سلام شباب سفير سلام شباب ببن بباليوزي أشتي سفير سلام شباب سفير سلام شباب بالعراق 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 لعراق بالعراق لعراق بالعراق بالعراق أمير والله 15 مشترك وصلوا بجدارة للتصفيات في برنامج سلام شباب بالموسم الثالث. وبهذا اليوم جمعنا كل الفرق من جميع المحافظات حتى يتعرفوا على بعض ويكسروا الحواجز اللي بيناتهم. يلا شباب نريد حماس واحنا متوجهين للمسرح وسعاف يا رب انقلبنا انقلبنا يا معودين شباب هسه راح نصيح اسماءكم وكل شخص راح اصيح اسمه راح يصعد يمنه على المسرح وحسب اللون راح نبدي ويا شباب الفريق الاحمر عرف اسلام تامر للفريق الأخضر كوجين تقوى الفريق الأسود كيوان أمير الأبيض براء براق وفاطمة أكيد الثلاثة اللي بقوا هم اللي راح يمثلون الفريق الأصفر واللي هم شهد وديانة ومحمود بعد ما تم خلط الشباب صار هذا هو تشكيل فرقهم الجديد اللي هم راح يمثلون به كل العراق حتى يتنافسون ويحصلون على لقب سفراء سلام شباب بالعراق الفريق اللي راح يفوز ويحصل على لقب سلام شباب راح يحصل على أدوات تواصل مع جمهوره طبعا اللي الأدوات ها راح يساعده يكون سفير سلام في مجتمعه الأدوات هي عبارة عن لابتوب كاميرا فيديو زائداً درع برنامج سلام شباب لأنه إحنا كلنا نعرف أنه صانع السلام لازم تكون له قدرة إبداعية على التواصل وعلى العمل بروح الفريق الواحد لأنه صناعة السلام تحتاج حل للمشكلة كنت متوقع محمود كنت أتمنى تكون وياي ديانا أتمنى توزك قرص بو بلانزو خوش بو
يعني لپیش آم زنی زور دخرا ببم دیار و نمی ناتوان سر درس کمانه خلام زور آسان بروش که یعنی وام زنی ناتوان بر بی خسرب کم لگلانی تر رن آکوین و زنی لگل تیم که از و باش رکاو تیم زور خوش بود یعنی زور تام چیش من ل درس کردی سر رکاو کرد فاجعت دیگه تیار لو جزء تا خیلی فرق زین حداش تیم واقع اجوا لما صاح اسمي حسيت شعور حلو لان اني كنت اريد انه اكون مع واحد كردي حتى اتفاهم وياه انه نتعلم من عنده كلمات واحس روح تفاهم بينهم من توقع يوم ناكر كرقر او كسانة ابن من اللي قلوبها قاعد بين بيك توقع يشتاق يدير ما كردو كرقر امانة نبم لزدي ام امبوسمو مرام تشوم قلوبها كرقر امانة هسا بجایی برنامه که اکنون با توقیع آواش مگه چشم و هر رنگی سور و چشم سر رنگی صوص انا مقتنعة حيل فريقي تقسيم حلو قوي هو الباقى على الله وعلينا او شوازي كام رجع كراني و با شوازي بو كمان بدلن بو واتا امویز تیم کم باش و باشش درشون بلام پیش بینی آنم نه که او کسانی که سلگ مام و تا او دو کسام که بریتین لاروان و امیر لگم آبن هیچ باوری ام نه که لگم آبن اول ما طلعت روان كنت اتمنى اصير انا وياها وش يعني توقع هذا فطلعت انا وياها يعني زادت فرحه ماتي دور لما طلع كيوان بعد اكثر زادت فرحه ماتي لان قبل لا قسمونا كنا قاعدين وسولفنا ورجع مع سويا شفناهم يعني شفتهم قريبين عليا ليش مكوره وليش تبكين كنتي متوقعة تشكيل ثاني للفريق؟ طبيعي كنت متوقعة الشيء هذا متوقعة يعني دول وياي متوقعتهم اصلا شلون توقعتيهم؟ والله هيك احساس زين العادة ايش تبكين اذا انت متوقعة؟ مثلا راح اخسر لو كان عندك اختيار ثاني لمن كنتي تختارين؟ انا ما عندي اشكا وياهم بس البنية عندهم البنية بالنادي فيها يقولوا حتى ما تحكي بالمسرحية ما مطيها دور لان ما تحكي انا اصلا يا خجولة تستحي لها زين شلون يعني والله ما عندي اشكال وياها غير كل واحدة تساعدني زين يمكن تقوم تحكي فطومة ايش تحكي؟ شو ماكو بس هيك هيك قاعد احكيها قدامي ليش تحكي وراها؟ ضجت بشكل مو طبيعي يعني ضجت حيل يعني براسي جت على بالي خساره قلت اكيد انا راح اخسر وبعدني ما متعرفه على براق وياي والبنيه مأيسه منها نهائيا يعني حتى هسه حسب انا ما معاشرت البنيه بس من خلال هسه من شفتها هالبارحه واليوم ما تتاقلم نهائيا ويانا سلام ما تسلم يعني شلون راح تصير ويا الفريق شلون تحاول تفكر براء هي صديقتي بس اليوم اللي سوته فاطمه شويه أنا انقهرت يجوز هي تريد يعني تطمح إنه شوية يعني قلت يمكن تريد تحفزها تريد تقويها تستفزها بشكل محكاية من البداية حتى إنه فاطمة يعني تصير قوية وكذا إنه كانت دوري يعني زين بالمسرحية بس هي إنه سمعت من الشباب إنه قالوا ما لها دور فأنا انزعجت من هذا الكلام فاطمة لما كانت وياي فادتنا بالتفكير وبالمسرحية وبالفيلم وحتى بالتحديات يعني هي لو ما عندها قدرة ما كان وصلت لهاي المرحلة وفازت مشاهدينا احنا والشباب هسه موجودين كلنا حتى نعرف شنو هي التحدي او شنو هو التحدي اللي راح يخوضوه الشباب بلعبة التصفيات النهائية احنا نعرف اول لعبة من التصفيات النهائية ما راح تكون سهلة لان راح تجمع بين التحدي الفكري والتحدي الرياضي يعني 2-1 لعبتنا اليوم هو انه كل فريق لازم يسوي سياره هذه السياره تحمل اعضاء الفريق طبعا الشباب راح يكون عندهم 30 دقيقه حتى يفكرون واربع ساعات حتى يسوون السياره السياره لازم تحمل اعضاء الفريق كله ورا ما يخلصون تصنيعها راح يتسابقون بحلبه مال سباق سيارات الفريق يا شباب اللي يوصل اسرع الخط النهايه هو الفريق الفائز بس اكو شرط ومو سهل انه رجل واحده بس ممكن تلامس الارض هاي شلون راح تدبروها جاهزين شباب احنا طينا للشباب بايسكلات اطفال عدد 2 سكوتر عدد 1 وقطعه كرتون عوده طويله
وثلاث عود صغار، تيارات بايسيكل عدد 2، وتشرتشف وحبل وتيب، ورق ملون للزينة، ومقص وفرشة تلوين وألوان، وأكيد اعطيناهم ورقة وقلم للتخطيط. بهاي المواد لازم الفرق تسوي السيارات مالتهم. الفائز الأول راح يعبر للحلقة الجاية بدون ما يكمل بقية المسابقات. كل فريق من الفرق الخمسة كان إلى المعدات اللازمة ومكان مريح والوقت الكافي حتى يشتغلون سوا على تصنيع السيارة. هنا البايسيكل هذا ورا السكوتر والعود، عودة هنا وعودة هنا. تعال انت شلون تسوي؟ احنا غير راح نخلي العود الطرفه، احنا ما نمشيهم، انت احنا مو واقفين، انت برجلك مو تصعد على السكوتر برجلك تدفعنا، احنا في البايسيكل هنا واحنا بيه. خوش فكره السكوتر. اول شيء لان عدى رجل واحده تقدر تساعده، وانتوا ورا راح تصيرون خوش. هاي اي احنا بلش الفكره سكوت دراجه بس الدراجه يعني شفناها مو كلش هاي راهمه، يعني شفنا بيها شوي عقلات يعني. بعدين وراها لا ضبطناها على المثلث وحرفتي، شفناها هي الفكره المضبوطه بالبدايه، احنا حتى تيبناها وسويناها وركبناها، بعدين شفناها لا لما اخذنا برافا شفناها مو مضبوطة فغيرناها جذريا. الدفع ثلاثي فور ويل زين. هذا ربطوا يا زين، ذولي شلون يربطون ذولي؟ هذا نسيه لاد نربطهم. انت غلط، هاي غلط هنا. انا شلون يلا تخيل البيدان شلون يمشي شلون يفتر. هذا حبل يربطني، انت من راح تجرده مو حبل، هو يجي خيط واحد. الحين شو نسوي؟ نحاول نسوق وياك على هالطريق هذا، يجي يروح بحيث نسوي وياك سوق. فهمتك. طيب خليني تعود. ما له داعي نقدر نقصها عادي. ونفس الشيء اذا العود نفس الشيء خو حبل مو احسن؟ قلت لك عليها خطتي احسن، واذا نستخدم لنا على خطتنا القديمه. اي هيك ها، اي وحده وحده مجرد بس نحطهم ذني. والله اخر شيء يعني ما عجبوني هم، لان كل واحد راح مكان. انا ما عجبتني هي هاي الفكره، يعني من بحيث ان امشيها بطيئه، فدا اخلي عوادين غير فكره، وهم ما عرفوا ما اتفقوا وياي وهاي وبقيت. بدنا نشوف باكر ننجح او ننجح. انا تدرون اذا فزنا باكر بعد ما نتسابق احنا نرتاح. الله قاعدين نتأهل رأسا، لا نتأهل وحدنا رأسا للمرحلة الخامسة. فشد حيلكم عاد تنفوز. والله فش قاعد غير رادر هالشي والله، وقاعد اسوي العنينة. ترى باي هاي الفريق، باي الفريق احمر 100% خسرانين وراح. يعني ان شاء الله اكون على حسن ظنكم. انا سوونا في الوردة زغرفة. احنا مو الفريق كملنا المشبكة. شنو احلى سيارة؟ وين قدامهم هيجي؟ اي قدام هيجي. اي ورجلنا لفت جيمها. اوه مو احنا هيك نلزقها، هنا الزقه منها من فوق من فوق. راح يصير هيك مثلث هيك، هذا هيك بس واحد يعني يكون هنا. راح يصير مارس بس الان ايش كرتون. بلشنا من اصعب شيء، خلصنا انه نركب سياره. تكون سياره يعني مجتمعه، بعدين سوينا تفاصيل صغيره انه لازم نستخدم كل الادوات اللي رادوها، بعدين زيناها صارت عروسه حلوه. انا كيف سديتها ليباعونا. نزلي من جوا، نزلي اسم منها تاير. إيه تاير أصرفه مثلاً واحد تاير. قص قص قص. اللزقات كلها ماريتها بعد. ضعولي. ما
كاميرتي اللي خشيتها. كاميرتي ربعتكم. أنا تالي عمر أصعد بهذا. مو عود هنا هاي حبل هاي العود هنا. كوشي شو؟ هاي رادنا نقصها. شوف حتى قاعدة بها العود شلون قاعدة. لا تطلع بعيد كوشي. مصطفى يعني هو اللي الشغل وهاي أنا خلوني أناوشهم الغراض وألزم وشوية يعني ألز فقط بشغلات وهاي إيه يعني. وكوجين لا كوجين عليه يطل فكرة هذا خليه هنا هذا خليه هنا طبعا هذا بعد ما صيح نارين لو صيح يده هاي هنا خلي هذا هنا إحنا عادي يعني ناخذ رأيي. اسمع تفلت تخاف بس ايه تفلت. تفلت ايه والله هاي حتى لو نكسرها نكسرها هذا بركي نمشي ترجع اوكي اوكي الحبل مخطط اول ما بدينا بيه بديت بيه اني خطط قالوا انا راح ارسم ارقات راح ارسم اني وانت خطط يتم لا ثلاثتنا تعاوننا كل من خطته اخترنا خطة يعني خدنا رأي الجميع خدنا الرأي زين سوينا الخطة نجحت إن شاء الله تنجح نفوز بيها. نقول 1-2 حتى بكل سوية أنا وأنت يلا هاي يلا إيدك جميل قضيها يعني زي حلو يلا 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 افتح افتح بالحايط بالحايط مو بطيء مو بطيء معاك صدق جدي صدق جدي علي مش علي مو شو مش قلتش يرى العودة بس من هنا هنا شلت بالعودة امشي اضعت ايش الحال؟ اسرع 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 زين كله زين اوكي بوكي بس قلت مشاهدينا الشباب متحضرين وجاهزين للتحدي وللسباق جاهزين ولا لا؟ اوكي نحب نذكر انه الفائز الاول بهذا السباق وبهذا التحدي راح يتأهل للنهائي والحلقة القادمة اوكي الثاني راح يحصل على 100 نقطة الثالث على 90 نقطة الرابع على 80 نقطة والاخير ايش قد 70 اكيد يعني ما يعادل جاهزين انطلق ويبدأ السباق والآن دا نشوف كل الفرق قاعد تحاول أن تكون بالمرتبة الأولى طبعا الفرق هنا مثل ما دا نشوفه قاعد تبذل جهد الأبيض الآن قاعد يبذل جهد والأخضر دا يحاول لحقه الأحمر صار متأخر ليش الأحمر شوي أسرع الأبيض طبعا هنا متقدم الأخضر قاعد يبذل جهد أيضا عم حتى يوصل الأحمر بدأ يتقدم شوي شوي ها شنو يلا شوي أسرع 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 شباب أسرع شباب
طبعا الاحمر هنا ينافس بسرعه وبقوه، الابيض بدا يتاخر، ها شنو كان الابيض هنا وقف، ها شبيهم؟ الابيض يمكن صار عندهم مشكله، ما اعرف شنو المشكله، الاحمر متقدم، الاحمر متقدم، الاحمر جيد، عافيه الاحمر. والاحمر يوصل لخط النهايه ويفوز، طبعا نذكر انه بهاي المسابقه اللي يفوز ما راح يدخل مسابقات البقيه. الاخضر يصير بالمركز الثاني، الابيض بعد عنده مشكله. الان بدنا نشوف الفريق الاسود يصير بالمركز الثالث. والاصفر بالمركز الرابع. والابيض بعد عنده المشكله، ما اعرف ايش عندهم مشكله، شباب شوي، هاي شنو ايش بيكم شباب؟ هسه راح تروحون؟ لا بخلص السباق ترى. وهنا بدنا نشوف الفريق الابيض يعاني، حاول يوصل خط النهايه. يحاول فقط يوصل خط النهاية، طبعا هو مركزهم أصبح المركز الخامس. ونرجع ونقول مبروك للفريق الأحمر اللي وصل بجدارة للمركز الأول بعد ما كان متأخر بهذه المسابقة عند بدايته. منو فاز؟ منو فاز؟ أنا. إسلام فاز. ثامر خو شنو؟ ما شاء الله رجلي الخطوة مالته، شوف ايش طولها؟ طول ايش طولها؟ ايش طولها؟ يلا ثامر. يعني هذا منو يوصل لهذا؟ احنا ثامر على مود تفرجي خلينا. شنو سبب الفوز؟ الفوز انه صرعنا وتعاون وتفاهم. ومثابرة واجتهاد وما ادري شنو. هاي كلها خبط. مو احنا بالاول انطلقت من اخير شيء. بس بعدين. شنو صار قول لي؟ ثامر اسرع اكثر وقتا. ثامر انت شنو سبب الفوز؟ شنو ليش وقفت؟ كف الحبل. على شنو؟ فتاجرهم هم يعني صدموا بيها من ورا لف الحبل بالتاير وبلا يعني تخربط الشربه بالقوه طلعت احنا الاول انطلقنا اول بس ما عرفنا الحال. تصميم مشان كامل؟ ولا صار خلل؟ بالاخير مره طلعت عليهم قلت لهم سوي خشب يعني بدال الحبل خشب حتى ما لا التلف ولا شيء ما قبلهم ما قالوا لي. وصارت اللي شفت متوقعها يعني انت؟ صار اي توقعت. شنو صار؟ ليش سويتوها حبل؟ ليش مو خشب؟ حبل وزين يعني احنا من البدايه انطلقنا احنا اول فريق مثل الارنب والسلحفات يعني شو نسوي شو نسوي هاي بعد حال الدنيا يعني هي قسمه لو سوء لا 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 خلص سويناها بس البنيه تفعل البيضان مالتها الحبل اها عادي شو هذا يلا انتوا ادرى يعني انا ماشي ما اعرف هم مشاركه صدقتي ما طلعنا الاول لان حذائي شويه فلتت ورجلي كانت طخ بالخشبل كان كنا مخليها الاساسيه فهلي ما طلعنا الاول. التصميم يعني تقريبا كان شويه بخطا المفروض العوده من نلزقها بالسكوته من جوا المفروض نرفعها يعني تقريبا نرفع المفروض للنص بس هذا الخطا اللي واجهنا. مشاهدينا انتهينا من التحدي الأول بالحلقة الأولى من التصفيات النهائية ببرنامج سلام شباب. التحدي كان سباق السيارات، شفنا الفرق كل واحد شلون قدر يستغل هذا السباق ويتحد بروح الفريق الواحد، والفريق اللي فاز ويانا وقدر يكون بالمرتبة الأولى هو كان الفريق الأحمر. نقول له ألف مبروك مرة ثانية للفريق الأحمر اللي قدر يتأهل للحلقة الجاية بدون أي تحدي ثاني. مبروك الفريق الأحمر. مبروك. ألف مبروك للفريق الأحمر اللي قدر يعبر الحلقة الجاية. جمهورنا خلي نشوف درجات الفرق البقية لأن واحد من الفرق اللي بقت راح يغادرنا بنهاية هاي الحلقة. حب نقول للمشاهدين وللشباب جولة الألعاب السريعة تتألف من ثلاث جولات راح نبديها بالجولة الأولى واللي هي عبارة عن سؤال. سؤال واحد بس راح يكون جوابه خلال 10 ثواني تجاوبون خلال 10 ثواني اللي راح يجاوب صح راح يحصل على 50 نقطة تنضاف الرصيدة واللي راح يجاوب خطأ راح يحصل على 30 نقطة تنضاف الرصيدة. كلمة كرز أكيد إحنا سامعينها، إحنا متعلمين إنه على الكرزات نقول كرزات وكرز، طبعا هي بالمعنى إنه نزيل اللب من القشور حتى نحصل على اللب. بس سؤالي للشباب يقول ما هو أصل كلمة كرز؟ ألف بابلي، باء أكدي، جيم آشوري. جاهزين فرق؟ بدأ الوقت. ثلاث
ثلاثة اثنين واحد دبوا الأقلام. الجواب الصحيح أصل كلمة كرز هو أكدي. الإجابة الصحيحة شفناها عند الفريق الأبيض وعند الفريق الأسود، راح نقولهم ألف مبروك، حصلوا على 50 نقطة انضافت لرصيدهم. أما الفريقين الأخضر والأصفر راح يضاف لهم فقط 30 نقطة. مشاهدينا، الجولة الثانية بجولة الألعاب السريعة عبارة عن لعبة الدومنا. تشوفون القطع مال الدومنا قدامكم. اللعبة مو راح نلعب، ما راح نلعب دومنا، احنا راح نبني هيكل. اللي يبني أكبر عدد من الطوابق خلال دقيقة واحدة هو اللي راح يفوز. بس أنا أحب أقول للشباب إنه اللي راح يقدر يبني أعلى هيكل ويصمد لمدة دقيقتين واللي راح يكون بالمرتبة الأولى راح ينضاف الرصيدة 50 نقطة، أما اللي راح يكون بالمرتبة الثانية راح ينضاف الرصيدة 40 نقطة، والمرتبة الثالثة 30، والرابعة 20. بس جاهزين؟ جاهزين شباب للعبة؟ بدأ الوقت شباب. لا 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 تحطينها شاشة تخوي تخوي المرتبة الأولى بخمسين نقطة كانت للفريق الأسود، أما المرتبة الثانية كانت من نصيب الفريق الأبيض بأربعين نقطة، مبروك. والمرتبة الثالثة كانت للفريق الأخضر برصيد 30 نقطة، مبروك. والمرتبة الرابعة للفريق الأصفر برصيد 20 نقطة فقط. فريق واحد من الفرق الأربعة راح يغادرنا اليوم، التحدي القادم هو اللي راح يحدد. مشاهدينا، اللعبة الأخيرة بجولة الألعاب السريعة لهذا اليوم هي عبارة عن خارطة للعراق. هاي الخارطة لازم توزعون بها عناوين المصادر المائية بصورة صحيحة. وياهو اللي يخلي كل عنوان صحيح راح يحصل على 5 نقاط، والزمن أو المدة مال اللعبة 45 ثانية فقط. أوكي؟ جاهزين شباب؟ جاهزين. نبدي؟ ابدأ. هاي دجدة مو؟ أو في دجدة؟ من هناك يبدي؟ لا من الأسفل. أوه، وين زر الأسفل؟ هذا الزجاجة. الأسفل دخان 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 دخان
سابلان. أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد، وقف. مشاهدينا، انتهت التحديات بحلقتنا لهذا اليوم، ومثل ما ذكرنا إنه فريق واحد بس راح يغادرنا، وراح يكون أربع فرق يتنافسون على لقب سفراء سلام شباب بالعراق. قلنا انتهت التحديات، لكن خلونا ننتقل للحظة الحاسمة ونشوف من هو الفريق اللي راح يغادرنا. طبعا مثل ما قالت مينا، خمس فرق ويانا، فريق واحد راح يغادرنا. الفريق اللي راح يغادرنا هو الفريق اللي راح اطفي الضوء مالته اللون مالته. يا ترى من هو الفريق؟ القلوب تدق. افرم اني توترت. الفريق اللي غادرنا والفريق الأصفر. حظ سعيد. هي هاي خريطة الموارد المائية بالعراق اللي دوخت الشباب بالمسابقة الأخيرة. مشاهدين اللي بالبيت، انتو كم وحدة من عدن قدرتوا تحزرون؟ أنا شكيت لما وقف على الفريق الأبيض، لأن قلت ما معقول راح يجي قبال الفريق اللي هاي ويضوى عليه، قلت أكيد راح يسوي فد لعبة. فشكيت لما وقف قبالهم وضوى علينا رأسا، عرفت هو أني متأكدة إحنا اللي خسرانين، متأكدة لأنه أدري بشغلنا ما مضبوط. يعني أنا وقت ما تريد إعلان النتائج وإعلان الفريق اللي خاسر حسيت بدوخة والتوقع أصلا من الخوف والقلق. على قد ما أني متأكدة إنه إحنا الخسرانين، بس عندي شوية أمل ظل. من صعد المسرح جد يعني شاك خسارتنا هي والفريق الأبيض، كانت يعني من البداية أنا أدري الفريق راح يخسر وما تعني بيناتهم، ف يعني من طفى الضوء ضجت كل ضجت يعني صراحة. تيم ورك حيل مهم، استفادوا من وقتكم وفكروا بكل شيء قبل ما تقولوا شنو عواقبه، شنو تستفاده من عنده، والوقت المناسب اللي تقولوا به. شو متوقعة؟ عرفت انه بعد هاي سلام شباب، بس رح اظل سفيرة الانبار، واكدت على اسلام وبراك انه ان شاء الله ان شاء الله ونساعدهم ان شاء الله يفوز واحد من عندهم. نتمنى الموفقية للفريق الأصفر اللي شاركنا، وإن شاء الله يكونون تعلموا من هذه التحديات، وأكيد نحيي الفرق الأربعة اللي راح تتأهل ويانا للحلقة الجاية، وأيضاً بانتظارهم تحديات ما راح تكون سهلة، راح نشوف شلون راح يقدرون يكونون سفراء سلام. سلام شباب. سلام شباب هو فكرة هادفة، مو بس برنامج تلفزيوني، هو مجتمع شبابي يجمع صناع السلام بالعراق، هو مجتمع إلكتروني تقدرون تكونون أنتوا جزء من عنده، تتواصلون بي أيضاً وتقدمون أفكاركم ومقترحاتكم من خلال الموقع الإلكتروني salamshabab.com وموقعنا على الفيسبوك وتويتر، وأكو مسابقات تقدرون أنتوا تشاركون بيها وتتعرفون على البرنامج أكثر. ساتي ومعين أكستا الجمهور خلي عين علي أول شيء طبعاً، حتى لما يغنون أشوف بعض الجمهور عين علي. أنا الفريق اللي راح يتأهل مع الشباب
للحلقة النهائية. كل مولى احنا وقصيد نبني الوطن من جديد، والايد تساعد الايد، وراياتنا نعلي.